بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شابتر 8 مادة البيولوجي 103 رح نحكي فيه رح نبلش فعليا بأول شابتر منفصل عن مادة الفيرست. رح نبلش بمادة السكند بهذا الشابتر، رح نحكي بهذا الشابتر عن الانرجي عن الانرجي فلو، رح نحكي عن كيف الخلايا بتنتج الانرجي، كيف رح نحكي عن الجلايكوليسيز، رح نحكي عن الالكترون ترانسبورت تشين واخرى. نبلش اول شيء رح نحكي انه الليفينج سيلز رح تحتاج انرجي. الانرجي هي ما بتقدر تصنعها لحالها، وهي بتحتاج سورسز ثانيه من برا. الايكو سيستم بشكل عام رح يحتاج، او الايكو سيستم الاكبر اللي هو الارض كلها على بعضها بتجيب الانرجي من الشمس، بتجيب الانرجي من السن لايت، من ضوء الشمس، حراره الشمس. بتنتقل الانرجي للنباتات، من النباتات للحيوانات، من الحيوانات لاخرى، او من النباتات او من الاورجانيزمز اللي بتستخدم، اللي بتعمل فوتوسينثيسيس، للاورجانيزمز اللي ما بتعمل فوتوسينثيسيس بتتغذى على الاورجانيزم بتعمل فوتوسينثيسيس، والاورجانيزمز اللي وبعض الاورجانيزمز تتغذى على الاورجانيزمز اللي تتغذى على الاورجانيزمز اللي بيعملوا فوتوسينثيسيس. اوكي، شيء معقد بس مو مهم كتير، مجرد توضيح اللي حكيته هذا مش كتير مهم. بس المهم انه نعرف انه الايكو سيستم راح يجيب الانرجي بشكل اساسي من اللايت انرجي اللي هو السن لايت، وراح تطلع على شكل هيت انرجي. اول شيء السن لايت راح تمتصه النباتات، راح تعمل فوتوسينثيسيس بالكلوروبلاست او بالكلوروبلاست بشكل عام، مش ضروري نباتات. راح ينتج لنا اورجانيك مولكولز واكسجين مولكولز. الاكسجين مولكولز والاورجانيك مولكولز هذول نحن بنحتاجهم وين؟ نحتاجهم بالريسبيريشن، بالسيلولار ريسبيريشن اللي بصير بالميتوكوندريا. السيلولار ريسبيريشن هذا راح ينتج لنا ATP او انرجي على شكل ATP وحراره. الانرجي راح تطلع على شكل ATP وحراره، وهو اللي راح يعمل السيلولار وورك، او الATP عفوا الATP هي اللي راح تدعم السيلولار وورك، اغلب السيلولار وورك. راح ينتج لنا كمان كربون داي اوكسايد، وراح ينتج لنا H2O الماء. هدول هن اسينشال للفوتوسينثيسيس. هلا هدول المصدر الاساسي للحراره، اللي عفوا المصدر الاساسي للطاقه راح يكون من الشمس. اما المواد الكيميائيه اللي بنحتاجها بالايكو سيستم، اللي بنحتاجها بالريسبيريشن او الفوتوسينثيسيس، هي بيصير لها ريسايكليشن، از ريسايكلد. بعد هيك راح نبلش نحكي عن الاشياء اللي بتهمنا فعلا. راح نحكي عن الميتابوليك باثويز. عندنا الكاتابوليزم وعندنا الانابوليزم. الكاتابوليزم هو البريك داون اوف مولكولز، الانابوليزم هو بيلدينج مولكولز. هلا نحن راح نهتم بالكاتابوليزم. الكاتابوليزم هو تهديم المولكول. هلا المولكول لما تكون مرتبطه ببعضها، هي مشان ترتبط ببعضها احتاجت طاقه، فنحن لما فهي بالتالي اختزنت الطاقه جواتها، صار عندها بوتنشال انرجي. لما نحن كسرنا هي الروابط، طلعنا نحن الانرجي، رجعناها مره ثانيه، وطلعنا كمان البارتكلز رجعناهم مثل ما كانوا مره ثانيه. اوكي، هون رح نحكي عن انه نحن استخدمنا الانزيمز عشان نرجع الكومبلكس اورجانيك مولكولز اللي هن فيهم كثير بوتنشال انرجي مثل ما حكيت، لويست برودكتس. والويست برودكتس رح يكون عندهم اقل انرجي، وبالتالي رح يكون عندنا فري انرجي، وهي هيك تفاعلات رح نسميها اكسرجونيك مطلقه الحراره. Some of the energy taken out of chemical storage can be used to do work. فبالتالي هي الانرجي اللي نحن مطلعها ممكن نستخدمها كwork. The rest is dissipated as heat. الباقي رح يطلع على شكل حراره. اوكي، هون رح نحكي عن البريك داون اوف اورجانيك مولكولز. زي ما حكينا انه اكسرجونيك، عندنا كذا نوع.
من البريك داون. عنا الفيرمنتيشن، فيرمنتيشن از بارشال ديجريديشن اوف شوجرز، without O2، فالفيرمنتيشن بكسر الشوجرز من دون ما يستخدم الاكسجين اذا ما كان في اكسجين او كان عندنا نقص كثير حاد بالاكسجين. الايروبيك ريسبيريشن، الايروبيك ريسبيريشن بيستخدم الاورجانيك مولكولز والاكسجين وبتطلع لنا اي تي بي. انايروبيك ريسبيريشن شبه الايروبيك ريسبيريشن، وبعض الاجزاء وجزء من اجزاء الريسبيريشن راح يكون انايروبيك ما بيحتاج اكسجين. فالانايروبيك هو شبه الايروبيك ريسبيريشن بس ما بيحتاج اكسجين. ات كونسيوم كومباوندز اذر ذان اكسجين. اما اللي ما بيحتاج اكسجين كمان بنسميه انايروبيك، ولكن هون بنحكي عن الاشياء اللي تستخدم شيء ثاني غير الهيدروجين. اوكي، السيريال ريسبيريشن include both aerobic and anaerobic مثل ما حكينا، but is often used to refer to aerobic respiration. فنحن لما بنحكي serial respiration فورا بنحكي انه هذا لانه الاساس تبعه او الجزء المنتج اكثر كميه من الاي تي بي فيه هو aerobic. فبالتالي لما بنحكي انه serial respiration غالبا نحن بنقصد الaerobic respiration. بدنا نشوف بدنا نحكي انه كمان السيريال ريسبيريشن راح يستخدم مو بس الشوجرز. السيريال ريسبيريشن راح يستخدم الكربوهيدرات فاتس اند بروتينز، يعني بيستخدم اي منهم، ممكن يستخدم اي واحد از فيول كوقود. بس نحن راح نحكي او راح نشرح بهذا الشابتر او بهذا المساق عن الجلوكوز. راح نحكي عن عمليه تكسير الجلوكوز وبنشوف هون المعادلة الأساسية عن أو المعادلة العامة لهي ال serial respiration. راح يكون إنه نحن راح نجيب ذرة الجلوكوز، راح نجيب 6 مولكولز of oxygen. 6 مولكولز of oxygen راح ينتجولنا ستة كربون دايوكسيد مولكولز، راح ينتجولنا ست مولكولز اوف ووتر، سكس مولكولز اوف ووتر. وكمان راح يطلعولنا انرجي، ومثل ما حكينا انه الانرجي بعضها راح يتبدد كحرارة وبعضها راح يطلع لنا اي تي بي. الاي تي بي بعدين بنستخدمه as an energy resource، as an energy resource. عنا redox reactions oxidation and reduction، اللي هم الاختزال والأكسدة. الأكسدة والاختزال رح نحكي شوي عن الكيمياء مشان نفهم المفهوم العام. transfer of electrons relocation in chemical reaction release energy stored in organic molecules. فتغيير أماكن الإلكترونات بالمولكولز رح يطلع لنا energy اللي كانت مخزنة بالmolecules. This release of energy is used to synthesize ATP. فرح نستخدم هاي الطاقة مشان ننتج ATP. Chemical reactions that transfer electrons between reactants are called oxidation reduction reaction مثل ما حكينا، أو redox reactions. عنا two kinds of substances. عنا substances اللي بتخسر الإلكترونات. substances بتخسر الإلكترونات هدول اسمهم oxidized، اما اللي بتكسب الكترونات اسمه reduced. هلا هي معلومه كثير حلوه مشان تذكركم كيف تحفظون. the amount of positive charge is reduced. فبنحكي انه substance اللي صار له reduction زادت negative charge او نقصت reducing of positive charge. فصار له reducing of positive charge reduced reducing of positive charge. اوكي، هون عنا هون بعض الامثله. عنا ال NaCl reaction. عنا ال Na صار له oxidation، صار له oxidation بنلاحظ كيف كسبت positive، وال Cl reducing صار reducing للبوزيتيف تشارج. كانت positive او كانت zero نقصت صارت minus، فبالتالي صار reducing للبوزيتيف تشارج فصار reduction. هلا the substance اللي صار له reducing هي oxidizing agent، واللي صار له oxidizing هي اللي صار له oxidizing هي reducing agent، واللي صار له reducing هي oxidizing agent. Some redox reactions do not transfer electrons but change the electron sharing in covalent bonds. ف
فاكزامبل على هدول هو الميثين والاكسجين، رح اشرح هذا الشيء هون. انا هون توزيع الالكترونات، اوكي، هن ما اختلف توزيع الالكترونات، لا هي صارت موجب ولا هي صارت سالب ولا العكس، ولكن هون اذا لاحظنا بالمركبات تبعتهم انه الالكترونات كانت موزعه بشكل منصف، يعني الالكترونات لا هي منحازه لحد الكربون ولا هي منحازه لحد الهيدروجين، وهون بما انه التنتين اكسجين فالكهروسلبيه تبعتهم متساويه، فبالتالي الالكترونات كانت بالوسط تماما. اما لما صار رياكشن بين الميثان والاكسجين، صار عندنا كربون داي اوكسيد، صار عندنا H2O. فال H2O توزيع الكربونات الكهروسالبية تبعت الأكسجين عالية جدا مقارنة بالهيدروجين، ونفس الشيء مقارنة بالكربون، فبالتالي الأكسجين رح يسحب الإلكترونات لعنده، ما رح تكون متساوية. فبالتالي لما كانت الإلكترونات بعيدة عن الأكسجين، لما كانت الإلكترونات بعيدة، طبعا الأكسجين is oxidizing agent، من اسمه أكسجين oxidizing، اوكي، لما الالكترونات كانت بعيدة عن الاكسجين وصارت قريبة من الاكسجين، الاوتو نحكي بشكل عام احسن، الاوتو صار ريديوسينج والميثان صار له اكسيدايزينج، بما انه كيف بدنا نعرف، بما انه هذا الاكسيدايزينج ايجنت صار له ريديوسينج، والريديوسينج ايجنت صار له اوكسيدايزينج، بما يعني بمجرد ما نعرف انه هذا الاكسيدايزينج ايجنت رح نعرف المجاهيل الثلاثه الثانيات. عنا الاكسيديشن اوف اورجانيك فيول مولكولز ديورينج سيريسبيريشن. هلا الريدوكس رياكشنز كيف راح تطبق عنا بالسيلولار ريسبيريشن؟ ديورينج سيلولار ريسبيريشن ذا فيول اللي راح نحكي عنه نحن هو الجلوكوز، such as glucose ال is oxidized والO2 is reduced. هذا هو الشيء الأساسي بكل السيلولار ريسبيريشن، عنا إنه الO2 هاي صار ريدكشن وصارت H2O. لما صار ريدكشن وصارت H2O، لما دمجت ال O مع ال H مع ال H2 ال O2 مع ال H2 وعملوا ال H2O، هذا الشيء طلع لنا energy، فبالتالي هذا الرياكشن رح طلع لنا energy، كم كتير كبير من energy. بس الشيء الأساسي هون لازم نتذكره هو إنه الجلوكوز صار له oxidation والأكسجين صار له reduction، والأكسجين هو oxidizing agent والجلوكوز is a reduction agent. هدول الأشياء ممكن تنسلوا عنهم فتذكروهم منيح. The electrons lose potential energy along the way, energy is released. Okay. هون رح نحكي عن NAD واللي هي electron carrier in cellular respiration. Glucose and other organic molecules are broken down in a series of steps. فال breaking down هذا اللي حكينا عنه من شوي ما رح يكون خطوة واحدة، رح يكون بعدة خطوات. فأول شيء الالكترونات بعد ما تطلع من الأورجانيك كومباوندز رح تروح على شيء اسمه NAD. NAD هذا it's a coenzyme والإلكترون أكسبتور، it's an electron acceptor. فال NAD رح ياخذ الإلكترونات هدول بالإضافة لبروتونات مثل ما ملاحظ هون، مثل ما رح نشوفه هون. أوكي، هون عنا two protons ومعهم two electrons من ال أو two hydrogens، رح يكونوا two protons two electrons جايين من الطعام، أو من الجلوكوز مثل حالتنا هون، جايين من الجلوكوز راحوا على ال NAD، عملوها NADH. ال NADH is the reduced form of the NAD، فصار له reducing، رح صار له reducing ورح تتصرف as an oxidizing agent during cellular respiration، وبعدين رح نستخدمها بإنتاج ال ATP. reduction of NADH، ال NAD رح يعطينا NADH، oxidation of NADH رح يعطينا NAD. okay. what's the NAD? It's an electron shuttle. عنا two nucleotides joined together as their phosphate. عنا two nucleotides
مرتبطين مع بعض بالفوسفات جروبس، نيكوتين أميد، نيكوتين أميد اللي هو هذا إذا نيتروجين سبيس، نيتروجين سبيس هو هون هو اللي راح يستقبل H، هو اللي راح يستقبل البروتون. ترانسفير اوف 2 الكترونز اند 1 بروتون، راح يجينا ال 2 الكترونز وال 1 بروتون، 1 بروتون راح يطلق حر وبالاخير راح يندمج مع راح يتحد مع الاكسجين مشان يعطينا مي باخر الترانسبورت تشين. اوكي نكمل هون. اوكي انا هي البروتون كيف لما طلع، وراح راح ندمج، راح ناخذ الالكترونات اللي طلعت من الالكترون ترانسبورت تشين والبروتون والاكسجين وراح نعمل H2O. ولكن شو يعني نحن ليش راح نستخدم الالكترون ترانسبورت تشين؟ هلا الالكترون ترانسبورت تشين راح خلال راح نطلع ATP، هذا الشيء الاساسي انه هي راح تستخدم راح تسخر هي الطاقه اللي راح تطلع من الانتقال الالكترونات بهي الطريقه بدل ما انه الالكترونات تنتقل مره واحده ويصير عندنا uncontrolled reaction وراح يسبب لنا ب explosive release of heat and light energy. يعني راح يصير بدل ما يصير اطلاق للطاقه بشكل عشوائي وبشكل كتير قوي، عندنا الالكترون ترانسبورت تشين هاي راح تهدي الرياكشن او راح تمشيه بطريقه مسيطر عليها، وكل ما بيصير كل ما بنجمع طاقه راح نطلعها على شكل ATP، وبالتالي نحن ما راح نفقد طاقه كثير او ما راح نفقد طاقه او انرجي، ما راح نفقد طاقه على شكل هيت او لايت كثير، بل نحن راح نسخرها مشان تطلع ATP، واخر شيء راح توصلها للنتيجه النهائيه. فبنشوف بنشوف الرياكتنس والبروديوسرز ار ذا سيم، بس انه الطريقه بتختلف والنواتج كمان بتختلف. هون كيف هون طلع عنا ATP بالكنترول والانكنترول طلع عنا اكسبلوزيف اكسبلوزيف ريليز اوف هيت اند انرجي اند لايت انرجي. اوكي ستيج اوف سيلولار ريسبيريشن، نحكي عن ستيج اوف سيلولار ريسبيريشن. عندنا 3 ستيجز، عندنا جلايكوليسيس، عندنا مشان نطلع انرجي من الجلوكوز عندنا ثلاث خطوات. عندنا الجلايكوليسيس، جلايكوليسيس هو تكسير الجلوكوز ل 2 بيروفيتس. هلا جلوكوز از هيدروكربون with 6 كربونز، عفوا هو كربوهيدرات، سوري خربطنا، هو 6 كربون كربوهيدرات، 6 كربون كربوهيدرات. it will break down to 2-3 كربون كربوهيدرات، فراح ينقسم ل 2 بيروفيتس، كل بيروفيت فيها 3 كربونات. اوكي فالسته راح تنقسم ل 2 3. الخطوة الثانية هي citric acid cycle، citric acid cycle أو Krebs cycle. it complete the breakdown of glucose، راح تكمل تكسير الجلوكوز. oxidative phosphorylation، oxidative phosphorylation هي الخطوة الأهم وهي اللي بتنتج 90% من الـ ATP، هي راح تنتج لنا 90% من الـ ATP. بهي السلايدات راح كل شيء عن الجلايكوليسيس راح يكون ملون، راح كل خطوة من هالخطوات راح يكون لها color code. الكولور كود للجلايكوليسيس راح يكون سماوي، الكولور كود للبايروفيت اوكسيديشن والسيتريك اسيد سايكل راح يكون باللون الزهري او سالمون، الاكسيديتيف فوسفوريليشن راح يكون، والالكترون ترانسبورت تشين والكيميو اوزموزيس راح يكونوا باللون البنفسجي. هون راح نشوف الخطوات بشكل عام كتير. عنا الجلايكوليسيس، الجلايكوليسيس اول شيء بتصير بالسيتوزول، بتصير برا الميتوكوندريا. الجلايكوليسيس راح تحول لنا الجلوكوز لبيروفيت وراح تطلع لنا، يعني ال راح يكون عنا المدخلات هي الجلوكوز، المخرجات راح يكون عنا بيروفيت، ATP، substrate level phosphorylation، وراح يكون عنا NADH، electrons محمولين على NADH. مثل ما حكينا انه ال NADH هي electron carrier، فراح يكون عنا glucose بيطلع منه pyruvate و ATP و NADH. اوكي وال ATP راح تطلع بال substrate level phosphorylation، عن طريق substrate level phosphorylation مش الoxidative phosphorylation. الoxidative phosphorylation راح يكون بس بالالكترون ترانسبورت تشين. بعد هيك عندنا البيروفيت اوكسيديشن، البيروفيت هذا بعد ما طلع دخل لداخل الميتوكوندريا، داخل الميتوكوندريا صار له اوكسيديشن، صار اسيتيل كو اي،
الاسيتيل كو اي هذا راح يدخل بالسيتريك اسيد سايكل او بالكريبس سايكل، والكريبس سايكل راح تطلع لنا اي تي بي سبستريت اجين سبستريت ليفلز اوف فوسفوريليشن، وراح تطلع لنا الكترونز كاريد فيا ان اي دي اتش واف اي دي اتش 2. فعندنا الاف اي دي كمان اف اي دي اتش 2 كمان هو كمان الكترون كارير مثله مثل ان اي دي اتش، فراح يكون عندنا هون ان اي دي اتش واف اي دي اتش، وهون كمان عن ال FADNADH، وهون عندنا بعض ال ATP أنتجت. بعد هيك راح يروح كل شيء، كل ال NADH كل ال FADH راح يروحوا، وعلى ال Electron Transport Chain راح يصير عندنا Oxidative Phosphorylation. الخطوة الثالثة والأخيرة راح يصير عندنا Oxidative Phosphorylation بالElectron Transport والكيميو أزموزز، وراح ينتج عندنا أكبر كم من ال ATP. 90% من ال ATP راح ينتج هون. هلا كل ال ATP the process that generate most of the ATP حكينا انه oxidative phosphorylation لانه it's powered by redox reaction بال reduction oxidative reactions. اوكي هون رح نحكي عن انه 90% من الATP انتج بالoxidative phosphorylation، smaller amount of ATP بالsubstrate level phosphorylation. For each molecule يعني كل موليكول من الجلوكوز لما بتعمل كل هاي العملية كل ثلاث خطوات اللي حكينا عنهم من شوي راح تطلع لنا up to 32 molecules of ATP. هلا الدكتورة حكت بالمحاضرة حكت بالمحاضرة انه 32 موليكول او 34 موليكول او 36 موليكول او 38 موليكول. هدول الاربع احتمالات والاربع ممكن يصيروا، وفي اختلاف كتير كبير وفي خربطه كتير بتصير بهذا الشيء، لانه العوامل بتختلف، دائما العوامل بتختلف من شخص لاخر من خليه لاخرى. فعنا ال 32 هاي مختلفه، بس حكوا انه بالامتحان ما راح يخبطوكم، ما راح يجيبوا لكم رقمين متقاربين. فبالتالي اي واحد من هذا الاربعه نقلا عن الدكتوره حكت انه اي واحد من هذا الاربعه راح يجي بالامتحان اختاروا. عنا رح نشرح عن substrate level phosphorylation. شو substrate level phosphorylation؟ انه رح يكون عنا انزيم وعنا substrate. substrate هذا فيه الفوسفيت هاي substrate فيه فوسفيت رح يرتبط بالانزيم، رح يرتبط مع الانزيم كمان ADP adenine diphosphate. الانزيم هذا رح يعمل كاتاليز للرياكشن ورح ينتج لنا ATP. هذا هو substrate level phosphorylation. حكينا هو اقل اي تي بي راح تنتج عن بهي الطريقه، خلال هي الطريقه. ننتقل للجلايكوليسيس. نحكي عن الجلايكوليسيس. جلايكوليسيس هو بريك داون اوف شوجر او بريك داون اوف جلوكوز انتو تو مولكولز اوف بايروفيت. حكينا انه الستة كربوهيدرات راح ينقسم ل تو مولكولز ايتش هاف 3 carbons carbohydrate. Glycolysis occurs in the cytoplasm and has حكينا انه بصير بالcytoplasm and has two major phases. اوكي انا two major phases. الفيز الاول هو الانرجي انفستمنت فيز. راح نستخدم فيه انرجي، راح نستخدم فيه ATP. البي اوف فيز، انرجي بي اوف فيز، راح يعني احنا اخذنا مثل دينا انرجي، هلا راح نرجع الانرجي بس راح نرجعها بزياده. اوكي بالانرجي باي اوف فيز كمان راح نطلع ان اي دي اتش، راح نطلع بروتونز، وبالاخير راح يطلع عنا البيروفيت والمي وتو مولكولز اوف اتش 2 او. الصافي عنا النت عنا نحن عنا جلوكوز تحول لبيروفيت لتو بيروفيت تو مولكولز اوف ووتر ل 2H2O. اوكي عنا استخدمنا 2ATP وطلعنا 4ATP، فبالتالي الناتج كان 2ATP. فالجلايكوليسيس الناتج للجلايكوليسيس رح يكون 2ATP. اوكي عنا NAD، كان عنا 2NAD بلس و 4 الكترونات و 4 بروتونات، طلعنا منهم 2 NADH و 2 بروتونز. اوكي نبلش بالعملية. هلا المطلوب منكم انكم تحفظوا المدخلات والمخرجات، كل المخرجات مثل هلا هون المدخلات عن الجلوكوز،
المخرجات انه عندنا اي تي بي يتحول لاي دي بي، والجلوكوز ستي فوسفيت، والطريقه عن طريق الانزيم الانزيمات الهيكسوكاينيز. اوكي، عن الهيكسوكاينيز هو اول مثال. عندنا اول شيء راح نبلش بالعمليه، راح نبلش عندنا الجلوكوز. بلشنا بالجلوكوز، الجلوكوز صار بوجود الهيكسوكاينيز انزيم، بوجود الاي تي بي. هلا كل ما بنشوف كلمه كاينيز، اول شيء الايز، هي كلمه ايز معناها انزيم. كل ما نشوف بكل البايو، كل ما نشوف كلمه نهايتها ايز معناها هذا انزيم. فعندنا وكل ما نشوف كاينيز معناها في طاقه بالموضوع، في طاقه بالموضوع، يا اما اي تي بي داخل يا اما اي تي بي طالع. فهيكسو بتدل على الستة كاربونز تبعت الجلوكوز، هيكسو كاينيز. فهيكسو كاينيز بوجود الطاقه والإنزيم الهيكسوكاينيز راح تحول الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفيت، فراح تدخل واحدة من الفوسفيت هدول، واحدة من الثلاثة فوسفيت هدول، وراح ترتبط بالجلوكوز على الكربون رقم 6، على الكربون رقم 6. فصار عندنا جلوكوز 6 فوسفيت. بعد هيك الجلوكوز 6 فوسفيت بوجود إنزيم الفوسفوغلوكو، الفوسفوغلوكو اللي هو اسم المركب، رح نبلش باسم المركب فوسفوغلوكو، يعني جلوكوز فيه فوسفات. فوسفوغلوكو ايزوميريز، ايزوميريز يعني رح يعطينا الايزومر تبع الجلوكوز، فاللي هو الفركتوز. الايزومرز هنن two chemical compounds have the same amount of atoms. فعنا نفس عدد الاتومز بالموليكولز التنتين، ولكن الترتيب المولكولز بين بعضهم تختلف. فهون نفس الكربونه، نفس عدد الكربونات، هون ست كربونات وهون ست كربونات، ولكن الرينج هون صار خماسي، الرينج هون سداسي، وطلعت كربونه لبرا. اوكي، وضلت الفوسفات على السته، على الكربونه رقم 6. ففركتوز 6 فوسفات. بعد هيك الفركتوز 6 فوسفات راح بوجود الفوسفوفركتوكاينيز، فوسفوفركتو اسم المركب مرة تانية، إنه فركتوز فيه فوسفات، فوسفوفركتو وكاينيز بتدل على وجود طاقة. فعنا ATP عطتها واحد فوسفات واستخدمنا الطاقة تبعتها، فالفوسفات ارتبط بالكربونة الأولى، صار عنا فركتوز 1-6 بيس فوسفات. أوكي، صار عنا فركتوز 1-6 بيس فوسفات. بيس فوسفات يعني ثنائي الفوسفات، 1-6 بتدل على مواقع ارتباط الفوسفات، والفركتوز اسم المركب الرينج اسم الشجر. بعد هيك الفركتوز 1-6 بيس فوسفات بوجود انزيم الالدوليز راح يعطينا يعني راح ينقسم لتو كومباوندز، راح ينقسم لتو كومباوندز. بما انه هو هون عنا ستة كربونات، كل كومباوند من هدول الاثنين فيه ثلاث كربونات. فهذا الالدوليز انزيم قسم الفركتوز لتو كومباوندز. هلا هدول الكومباوندز ار ايزومرز. اوكي، هدول تو كومباوندز ار ايزومرز. هلا عنا الجليسرول دهاي 3 فوسفات، جليسرول دهاي 3 فوسفات او جدع جي دي 3 جدع. اوكي، داي هيدروكسي أسيتون فوسفات، داي هيدروكسي أسيتون فوسفات ذهب، دي داي هيدروكسي أسيتون فوسفات دي اتش بي ذهب. اوكي، فعندنا ذهب وكذا. اوكي، جليسرول دي هاي 3 فوسفات، داي هيدروكسي أسيتون فوسفات، هدول اثنين ار ايزوميرز. اوكي، وعندنا الانزيم ايزوميريز، هذا الانزيم هو اللي بيسهل عمليه التنقل بين التو ايزوميرز، بين تو ايزوميرز. هلا اذا عدينا الاتومز بين الاثنين راح تلاقوهم نفس العدد تماما، بس الستراكشر بتغير، شكل المولكولز بتغير. عندنا اللي راح يستمر معنا، بالجلايكوليسيس هو الجي 3 بي. اوكي، الجي 3 بي الكلاسرول ديهايد 3 فوسفات، الجي 3 بي هذا هو اللي راح يستمر. بس كيف راح يستمر ما دام هم راح يضلوا عم يتنقلوا؟ هلا بنحكي هون انه التنقل بيناتهم، الرياكشن بين تو ايزومرز هدول نيفر ريتش equilibrium. فهدول الاثنين بيضلوا عم يتنقلوا بين بعض.
ولكن اللي راح يستمر معنا هو الجليسرالديهايد. فكل ما يتكون عندنا جليسرالديهايد راح ينتقل للستيبل بادا، وهذا راح يتحول والدي اتش بي راح يتحول لجليسرالديهايد، وبعدين يرجع يمشي للي بعده وهيك. ف بدنا نحول الداي هيدروكسي اسيتون فوسفات لجليسرالديهايد. الجليسرالديهايد ليش ما بيرجع للداي هيدروكسي اسيتون فوسفات؟ ليش؟ لانه راح ينتقل للستيبل بادا، راح يتحول لشيء ثاني. هلا بنشوف كيف. هلا هون بدنا نعتبر انه صار عندنا تنتين، عفوا راح كل ما ينتقل واحد راح يكون عندنا 1,3 بس فوسفات جليسرات. كيف راح يكون عندنا هذا الشيء؟ بوجود شغلتين وبمعية انزيم واحد. الانزيم هو الترايوز فوسفات دي هيدروجينيز. اوكي، هلا الترايوز فوسفات دي هيدروجينيز راح يعمل لنا شغلتين. اول شيء راح يعمل لنا راح السكر از اوكسيدايز، ف راح يصير اوكسيديشن للسكر اللي هو الجي 3 بي، راح يصير له اوكسيدايزنج او اوكسيديشن، والان اي دي راح يصير له ريدكشن. فالريديوست فورم اوف ان اي دي، ان اي دي بلس هو الان اي دي اتش. اوكي، فعندنا ان اي دي تحول لان اي دي اتش. اوكي، لما بتحول لان اي دي اتش صار عندنا بوتنشال انرجي. هلا هي البوتنشال انرجي راح نستخدمها بانه ندخل 1 فوسفات للمركب. تمام، فصار عندنا 1,3 بس فوسفات جليسرات. هلا هون ليش عندنا هون 2 هون 2 هون 2 هون 2 وهون 2؟ ليش؟ لانه عندنا نحن عندنا 2 بس فوسفات جليسرات، تكون عندنا 2 بس فوسفات جليسرات بسبب انه هون كانت 6 صاروا 3 و3، هون هي 3، فبالتالي هن تنتين ورا بعض. بالفعل هن 2 اوف ذا 1,3 بس فوسفات جليسرات. اوكي، عندنا رح نبلش نحكي عن دوبليكيتس. اوكي، عندنا من كل وحده من هدول تنتين، فبالتالي استخدمنا 2 NAD، طلعنا 2 NADH، طلعنا 2 بروتونز، استخدمنا 2 فوسفيتس ودخلنا 2 فوسفيتس لجوا 2 موليكولز. اوكي، فصار لنا 2 اوف ذا 1,3 بس فوسفات جليسرات. هلا 1,3 بس فوسفات جليسرات عنا على الكربون واحد عنا فوسفات، وعلى الكربون ثلاثة في عنا فوسفات 1,3. اوكي، استخدمنا ال ADP. هلا هذا عنده هاي انرجي بوتنشال، هذا المركب ال 1,3 بيس فوسفات جليسرات عنده هاي انرجي بوتنشال، فبالتالي هو بده يتخلص من هاي الانرجي. كيف بده يتخلص؟ بنجيب له ADP بوجود الفوسفو جليسروكايناز. بوجود الفوسفو جليسروكايناز رح نجيب ADP تاخذ واحدة من الفوسفات هدول وتكون لنا ATP. هلا صار عندنا 2 ATPs لانه نحن اصلا عندنا 2 مولكولز، فمن كل وحدة اخذنا فوسفات واحد، من كل وحدة فوسفات واحد، كل فوسفات راح على واحدة من ال ADP، وكل فوسفات كل ADP اعطتنا ATP. اوكي، فصار عندنا 2 ATP، هاي اول ATPs عندنا. وتكون عنا بعد ما طلع عنا الفوسفات وصار اوكسيدايزنج للكربونيل جروب، الكربونيل جروب صار له اوكسيدايزنج وصارت كاربوكسيل جروب. اوكي، صارت كاربوكسيل جروب سي او او ماينس. صار عنا 3 فوسفات، سوري 3 فوسفو جليسرات. اوكي، صار عنا 2-3 فوسفو جليسرات، صار عنا 2-3 فوسفو جليسرات، هي دوبليكيتس هذول. اوكي، على 3 فوسفو جليسرات، 3 فوسفوجليسرات عنده لسه ضل عندنا 1 فوسفات. اوكي، عندنا 2 فوسفاتس بال 2 مولكولز. الفوسفو بوجود الفوسفوجليسروموتاز، بوجود الفوسفوجليسروموتاز نقل الذره هاي، نقل ال او اتش هاي نزل لهون، والاو بي هدول طلعوا لفوق. اوكي، فغير الارنجمنت اوف ذا اتومز، غير ترتيبه الذرات. لما غير ترتيب الذرات صارت الاو اتش طرفيه. لما صارت الاو اتش طرفيه نحن طلعنا الاو اتش من هون، طلعنا الاو اتش من هون، طلعنا الهيدروجين من هون، فصنعنا ذرتين ماء او جزيئين ماء باستخدام انزيم الانوليز. فالتو فوسفات جليسرات، 3 فوسفوجليسرات
بوجود انزيم فوسفوغليسروميتاز، اعطانا 2 فوسفوغليسرات. ال 2 فوسفوغليسرات بوجود انزيم الانوليز طلع 2 هيدرو 2 H2O، طلع 2 H2O واعطانا 2 فوسفوينول بيروفيت. اوكي اعطانا 2 فوسفوينول بيروفيت. هلا الفوسفوينول بيروفيت البي اي بي هاز ا هاي بوتنشال انرجي، مره ثانيه عندنا هاي بوتنشال انرجي مثل ما كان عندنا بال 1 3 بيس فوسفات جليسيريد. فالمركبات اللي عندهم هاي بوتنشال انرجي هن ال 1 3 بيس فوسفات جليسيريد والبي اي بي الفوسفوينول بيروفيت. اوكي لما بيكون عندنا هاي بوتنشال انرجي فالخطوه التاليه راح يكون فيها خروج اي تي بي. فهون مشان نخلص من الهاي بوتنشال انرجي شو بنعمل؟ بنعطيه اي تي بي، بيعطيه الفوسفيت هذا بيطلع لنا اي تي بي بوجود البيروفيت كايناز. بيروفيت كايناز مره ثانيه هون عندنا كايناز، بالتالي عندنا طاقه، يا اما طاقه داخله يا اما طاقه طالعه. فهون عندنا خروج طاقه على شكل اي تي بي، ما عاد عنده هاي بوتنشال انرجي وصار اسمه بيروفيت. اوكي صار اسمه بيروفيت. وهيك نقلنا الجلوكوز، نقلنا 1 مولكول اوف جلوكوز ل 2 مولكولز اوف بيروفيت ل 2 مولكولز اوف بيروفيت. وهيك طلعنا نحن اربع، استخدمنا اذا لاحظتوا او اذا كنتوا معي اثناء الستبس، نحن استخدمنا 2 اي تي بيز بالاول، استخدمنا 2 اي تي بيز بالاول مشان ندخل هاي اول اي تي بي، هاي ثاني اي تي بي استخدمناها، وهي اول اي تي بي، اول اي تي بي باول خطوه، هاي ثاني اي تي بي لما حولنا الفركتوز 6 فوسفات لفركتوز 1 6 بيس فوسفات. بعدين طلعنا اربع اي تي بي، اول 2 اي تي بيز طلعناها هون كانت لما خلصنا ال 1 3 بيس فوسفات جليسيريت من الهاي بوتنشال انرجي، ولما خلصنا البي اي بي من الهاي بوتنشال انرجي طلعنا كمان تنتين، فبصير عندنا النت هو 2 اي تي بي، بصير عندنا النت هو 2 اي تي بي. هذا كل شيء راح احكيه بالنسبه لهذا الفيديو مشان ما يصير فيديو كثير طويل تعذبوا فيه، فراح نستمر بالفيديو التالي، انتظرونا. السلام عليكم.